قناة ميرو، بحييكم. قناة ميرو للمعلومات والطبخ، يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة هنقدم الكحك بمناسبة الاحتفالات بالأعياد. كحك جميل جدا وسهل جدا. اللي مشافش قناة قبل كده لايك شير سبسكرايب يفعل الجرس ويضغط على كلمة قول يصلكوا كل جديد. نعمل الكحك بالعجوة واللوز، وأنا استخدمت زي ما انتوا شايفين نفس الكوباية. احنا عندنا النهاردة كوبايتين دقيق بس، بمعنى ربع كيلو دقيق. النص كيلو بيبقى نص كيلو دقيق بيبقى 4 كوبايات. ده عندي كوبايتين دقيق. فأنا النهاردة دفيت بس السمنة، ودي كوباية سمنة، يبقى إذا كوبايتين دقيق كوباية سمنة. إحنا النهاردة مش هنقدح السمنة، هندفيها بس، لأن أنا مقداري قليل. اللي عنده كمية كبيرة هيخزن الكحك مدة طويلة، فلازم نقدح، يستحسن نقدح السمنة عشان الكحك ما يبص عندنا. فأنا النهاردة دفيت بس السمنة وربع كوب من اللبن، لكن ممكن ان انا اضيف عليه واوصله لنص كوب من اللبن تبع ما احتاجت العجينة. وعندي بيكنج باودر، ربع معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة ملح، وسمسم من 3 لـ4 معالق، خميرة، ونص معلقة خميرة فورية، نص معلقة كبيرة سكر. أصدقائي، أنا جهزت العجوة بسمنة كده، قطعة سمنة أو معلقة سمنة، وهبتدي أجهزها عشان تتحط في الكحك. هدفي اللبن وهحط اللي هي نص معلقة كبيرة سكر، وهحط خميرة فورية نص معلقة زي كده أهو، وندوب. اللبن لازم يكون دافي. هنجيب الكوبايتين دقيق، ادي كوباية وادي كوباية، ربع معلقة كبيرة بيكنج باودر، هنقلب، رشة ملح، ونقلب من 3 لـ4 معالق سمسم. اصدقائي، سمسم طبعا ابيض مش متحمص عشان ما يتحرقش في الفرن. ادي واحد، ممكن 3 معلقتين زي ما انتوا عايزين، واحط انا 3 معالق وهقلب. هنجيب السمنة الدافية وهنحطها على الدقيق. نبس، يعني ايه نبس؟ يعني نعمل كده كده عشان كل الدقيق اصدقائي يدخل في السمنة كده اهو. اصدقائي، هي ده بس الدقيق مع السمنة. اضيف الخميرة باللبن على الكحك، ممكن تبع العجينة اللي عندنا، تحتاج لا دقيق لا تحتاج مرة تانية سمنة. هنشوف ملمسها ايه. زي ما انتم شايفين اصدقائي، العجينة اتكونت، بس انا شفت انها عايزة تتلم بشوية دقيق كده، هلمها كده. هغطيها واسيبها تستريح على ما اعمل العجوة. هغطيها كده اصدقائي واسيبها تستريح لغاية ما اعمل العجوة واجهزها. بعد 10 دقايق، طبعا انتوا شايفين العجينة حلوة قوي. هنشوف كده، هنختبر هلها اما نكورها هتتكون معانا كورة. دي بنختبر بيها العجينة، وبنعمل كده نلاقيها عملت حفرة، يبقى دي العجينة كده معقولة. احنا جهزنا العجوة، هنبتدي اننا نحط بقى عجوة في كل واحدة. هنجيب العجينة ونحط فيها كورة من العجوة ولوزة، هيبقى باللوز مش بالبندق، ونبتدي نكورها كده، نكورها ونحط
في الاستامبا، الاستامبا بتاعت الكحك كده كده زي ما انتم شايفين، دي بتريحنا قوي جدا. بنفرشها كده زي ما انتم شايفين كده، ونبتدي ننزل نضغط كده عليها. اتكونت الشكل الجميل ده، ونحطه في الصينية. نجهز الصينية بتاعتنا اللي هتدخل الفرن أصدقائي. طبعا أنا مش هحط فيها لا سمنة ولا زيت ولا هدهنها، لأن الكحك أصلا مليان سمنة. هنحطها كده ونعمل واحدة تانية أهي كده، نعمل كده. هنحط عجوة كده ولوزة، ونقفل كده عليها كده. طبعا في ناس بتحط ملبن، في ناس بتحط اللي هي العجمية، في ناس بتحط مكسرات، طبعا كله تبع الرغبة. العجوة كده، احنا عملنا كمية هوريكو. هندخل العجوة ونكور كده كورة، ونجيب الستامب كده، نفرش كده أصدقائي، ونضغط تكون كحكاية ظريفة جدا حلوة خالص اهو كده اهو، ونضغط كده اهي اصدقائي، هنحطها كده اهو. خلصنا عمل الكحك، وهنسيبه ساعة بعد اما خلصنا عشان يخمر، وبعدين ندخله الفرن. غطيناه اصدقائي بالبلاستيك وهنسيبهم ساعة. اصدقائي ممكن اننا هنحط ريحة كحك 1 معلقة في المقادير، نسيت اقول لكم ان احنا بنحط معلقة اللي هي ريحة كحك، بنجيبها من العطار. أصدقائي بعد ساعة أنا ولعت، طبعا الكحك خمر بعد ساعة، أنا ولعت الفرن قبل الشغل ب10 دقايق على 160 الحرارة. هنحطه في الرف اللي في النص لغاية ما ياخد لون اصفرار من تحت، وإذا كان عندنا الفرن من فوق وتحت بنولع يعني تحت الأول وبعدين الشواية، هناخد دقيقتين كده لون من فوق وبعدين نطلعه. أصدقائي خرج الكحك ريحته قلب البيت تحفة، وزي ما انتم شايفين كده أهو قد إيه خد لون حلو قوي. يعني في جزء هيترش بالسكر البودرة، وجزء هيتحط في علبة ناخد منه بقى ونحط براحتنا سكر بودرة. زي ما انتم شايفين اصدقائي الكحك اهو، ان انا هاخد جزء هرشه بالسكر بودرة، وهعين الباقي في علبة. هنبتدي نجهز اصدقائي العلبة بتاعتنا. هنحط الكحك اهو ونغطي عليها بقى، ونحط السكر البودرة على الباقي. هنبتدي نرش السكر البودرة على الكحك بتاعنا قد ايه ريحته حلوة. وكل سنة وانتم طيبين، الأعياد والاحتفالات، فعملنا الكحك النهاردة كحك جميل ما خدش أي وقت. كحك العيد بمناسبة الاحتفالات، وكل سنة وانتم طيبين. حطيناه في طبق التقديم وحطينا عليه جزء منه سكر البودرة. وأرجو إن الحلقة دي عجبتكم، وإلى اللقاء في حلقات أخرى مع قناة ميرو للمعلومات والطبخ، ميرو تشانل.